ليلى عبد اللطيف تتوقع. اوكي فيني اسالها شيء لليلى عبد اللطيف؟ ايه اساليها تفضلي. يعني سوري دوختني فيها اليوم. شو دوختني؟ لانه انت عم تتوقعي. في سر للروحانيين ببلش بحرف الالف. جاوبني عليه شو هو اللي عم بقول عنه روحاني صح؟ وتوقعي. في سر بحرف الالف للي بيكونوا عن جد روحانيين وعندهم توقعات بحرف الالف. كعت عنه كعو عنه حتى المنجمين. وانت بتعرفي؟ ايه طبعا. هيدي حزورة هالأسبوع بمع تمام. طيب حكيتي بالبداية بحرف الألف ما تنسى على كل حال كلمة هي تحدي. كلمة هي هيدا كلمة هيدا تحدي لليلى عبد اللطيف. هيدا شو بتحديها بس في كلمة بس خليني أحكي. هيدا تحدي لليلى عبد اللطيف على الهوى يعني بينك وبينها. على كل حال على السوشيال ميديا هن بيردها وهي بترد ما بعرف. بس أنا عندي سؤال لألك. بالبداية الحلقة جبت سيرة السيدة نجوى كرم نجمة نجوى كرم. اليوم انت كملهمه او كملهمه اوكي الهام برافو الهام. حبيت تعبيرك هذا الالهام والطاقه الطاقه طاقه. طب تعي خبريني اليوم شو بدي اقول لنجوى كرم. بتطلعي بكاميرتك وبتغني لنجوى كرم او لا؟ اكيد بتغني. اكيد. طيب شو بتقولي لنجوى كرم؟ بدي اعزبك الهامك لنجوى كرم. الهامي بدي اقول لها هي اخر فتره مرت بصعوبات ما قادره تحكي عنهم. صعوبات شو؟ في صعوبات في شغله كثير. فيني بدي اقول لها شغله انه انا اليوم بدي اغني لها غنيه انا ما فيي حبك اكثر حبك اكثر من عيني من عيني. عن جد ما تحبي حدا اكثر من عيونك. هي بتعرف شو رساله. اها هيدي الرساله كمان للسيده نجوى كرم.